السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نشرح النهاردة فكرة بسيطة ممكن أي واحد في البيت يقدر يعملها، عبارة عن فرن صغير تقدر تسوي عليه اللي أنت عايزه بمجرد بعض الأخشاب اللي يسهل تجميعها. وهنشرح بسرعة إيه الأدوات اللي هنحتاجها. رقم واحد، هنحتاج دريل أو نقدر نقول شنيور أو أي حاجة أقدر أخرم بيها الصاج، حتى لو مفك اللي ما عندوش شنيور ممكن يستخدم أي مفك قوي شوية يخرم بيه. تاني حاجة، هنحتاج مقص صاج عشان نقدر نقص بيه. تالت حاجة هنحتاجها هو أي ولاعة أو كبريت أو أي حاجة نقدر نولع بيها الفرن. وننتقل لإزاي هنعمل حاجة زي كده. بعد ما اتعرفنا على الأدوات اللي هنحتاجها نبدأ نقول إزاي نعمل حاجة زي كده. بعد كده هنشرح فكرة عمل الفرن ده. تمام، رقم واحد، هتجيب صاج عادية جدا جدا جدا. بعد كده هنبدأ نفتح فتحة فيها من هنا، هيبقى طول 10 سنتي في عرض 6 سنتي. نفتحها بمقص صاج أو بأي شيء. تمام، وهنبدأ نخرم إخرام فوق بالدريل. تمام كده، نبدأ نخرم إخرام 4 إخرام هنا، وبعض الإخرام في الغطا بتاع الصاج عشان برضو تخرج النار منه. تمام، بعد كده يبقى الفرن جاهز، مش هياخد اكتر من 5 دقايق شغل، واي حد يقدر يعمله في البيت. ودي الشوايه بعد ما ولعت، وما شاء الله النار قويه وخارجه برضو من فوق، مفيش مشكله، تقدر دلوقتي تسوي عليها اللي انت عايزه. وده عباره اهو ونهايه الحلقه معانا، وده عباره عن شوايه بارخص اسعار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النار اهي.